المصالح الأمنية، والسادة ممثلي السلطات المحلية، السادة الضيوف كل باسمه وصفاته، السادة الزوار الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت رعاية وتشريف المولوي سامي نفتخر به ونرفع لأجله أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. نفتتح جميعا اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفروسية ماطا تحت شعار ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة. وهذه أول دورة تقام بعد وفاة نقيب الشرفاء العالميين الأستاذ عبد الهادي بركة أكرم الله مثواه. لذا نلتمس منكم بكل محبة من الجميع الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على الروح الطاهرة التي قدمت أعمالا وطنية جليلة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على هذا الأرض الثقافي والموروث الروحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما يصفون وسلام على المرسلين. أيها السادة الكرام، ونحن نحتفي اليوم بهذا المحفل الثقافي والعرس التراثي الذي يرتكز على أصل وامتداد تاريخي عريق تفتخر به ساكنة جهة الشمال وتشارك فيه مختلف نسختها اليوم جسرا للتواصل بين الثقافات وحوار الحضارات ومركزا لإبراز التوابت الثقافية للمملكة المغربية الشريفة أدام الله عزها ورفع ألوية مصرها. إن المهرجان الدولي لفروسية ماطا أيها الحضور الكرام لا يعد بهذه الصيغة موسما عاديا يقام كل سنة بطقوس احتفائية تعود على برمجتها البعض، بل يشكل حالة تراثيا أصيلا مكنه ليصبح لبنة من اللبنات الأساس لتمتين جسور التواصل بين أبناء جهة الشمال ومختلف الثقافات الأخرى من أوروبا وآسيا وإفريقيا التي حضرت اليوم بكل مكوناتها الثقافية والعلمية وممثلين عن هيئات مختلفة قدمت احتفاء بتراث مغربي أصيل جامع لكل تلاوين الهوية الثقافية لبلاد المغرب، حيث أطفى مهرجان ماطا أيها الحضور الكرام فضاء شاملا يضم فسيفساء ثقافية خيطها الناضم حب الخيل والفارس، وهي مندرجة في رياضة ومنافسة شريفة حافظنا على إحيائها واستطعنا من خلالها الحفاظ على موروث الأجداد لتتناقله الأجيال وتتحمل مسؤولية مشاركته مع باقي قارات العالم. ولأجل ذلك ساهمنا في تعزيز هذه الرياضة النبيلة وإدماجها مستقبلا في خانة التراث الدولي لمنظمة اليوسكو بشراكة مع وزارة الثقافة، كما نستشرف فتح آفاق جديدة